الحديث حقيقة عن أسبوع القانون، يعني من الفعاليات المميزة، لا في فعالياتها ولا في مواضيعها وثراء الموضوعي فيها. هو حقيقة فرصة كبيرة لتعزيز الوعي بالأنظمة والتشريعات الجديدة، ولقاء المختصين والمهتمين سواء من محامين، قضاة، أكاديميين، طلبة، في الاطلاع على أبرز التحديثات، في مناقشة المواضيع المشتركة، أي تحديات تواجه هذه الأنظمة سواء في الفهم في التطبيق. هي فرصة للتواصل مع يعني زملاء المهنة، وسعيدين في مثل الفعالية نتحدث عن أحد تجارب الأنظمة الجديدة في نظام الشركات وشرح أبرز معالمها، والسماع حقيقة من الممارسين في تحدياتهم و استفساراتهم في كيفية الاستفادة من ممكنات هذا النظام. ما في شك أنه يعني ريادة الأعمال دور كبير جدا لها في معرفة الأسس القانونية أو على الأقل الحد الأدنى من الأحكام اللي تساعدهم في إنشاء كيانات مستدامة والاستفادة من ممكنات هذه الأنظمة الجديدة في تيسير التأسيس، في معرفة المعالجات النظامية، في تسوية النزاعات، في خلق الشراكات وجذب رؤوس الأموال. كل هذه حقيقة تأتي فيها الأنظمة الجديدة، فمهمة لرائد الأعمال الاطلاع عليها للاستطاع على الحصول على هذه الممكنات والاستفادة منها. وهي فرصة حقيقة يعني يمكن للتواصل مع المختصين في معرفة كيفية الاستفادة من هذه الأنظمة، وفي الحصول على استشارات وبناء يعني شبكة وعلاقات اجتماعية تدعم إن شاء الله نجاح هذه المشاريع. Thank you.